السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم الجزء الثاني ديال البريمارك، غنبدا لكم من هنا. بالنسبه للابريغوس، كما كتشوفوا عاملين لهم 7 الاورو، هادو اللي هنايا عاملين لهم 7 الاورو. هادو بالنسبه للذكوره، مزيونين وسخانين. بالنسبه لهنايا غندوزو للمطاع ديال شنو سميتهم، بيخامات ومن داكشي اللي عنده علاقه بالنساء. فعندهم هادو اللي كيجيو بحال كاميسيتات، هما اصلا ديال بيخامات سخانين، كيعملوا 3 الاورو، مخفضين فيهم ومخفضين حتى في السراول، حيتاش كيبيعوا بعض المرات هذاك الفوقانيه كتباع بوحديتها، والتحتاني السراول كيتباع بوحديتو، يعني كيكونوا مناقصين في الثمن. صراحه مزيونين هادو، الثوب ديالهم مقطن وعاملين لهم 3 ديال الاورو. كما كتعرفوا هادو اللي كيكونوا كل حاجه كتباع سويلتا، كيكونوا الثمن ديالهم طالع شي شتيتو، كيجيو بحال هادو هنايا بحال السودافيرات، هما بيخامات وبحال السودادرات. الشكل ديالهم صراحه مزيون، كيجيو مع السراول ديالهم، اغلبيه كتكون فوقانيه 12 الاورو، والسراول عاوتاني حتى هو واقيلا كيكون بشي 10 الاورو غير هيداك. بالنسبه لهادي هنا كتجي طويله وطايه كبيره. هادو بالنسبه ديال الشتا. وهنايا عاوتاني هادو ديك كانوا دخلوهم مره اخرى، تما كانوا عجبوني بزاف، عاملينهم 6 الاورو. عرفتوا كيفاش الثوب ديالهم كيحمق ديال المبرة؟ الثوب ديالهم صراحة مزيون بزاف، سروال والفوقاني ديالو حتى هو. وكاينين عاوتاني هنايا كما كتشوفوا هادو حتى هما بخامات، حتى هما مناقصين فيهم 5 ديال الاورو. وحتى هادو بحال سبيدوس، المهم هما بخامات، كيجيو معاهم هادوك، وكتجي معاهم حتى ديك الكاميسيطة اللي نتا حيت في الحميمة. وكاينين هادو ب4 د الاورو، حتى هما كيجيو سخخنين بحال الطوب، وكيتم هذا الطوب بخامه. وبالنسبه لهنايا كما كتشوفوا حتى هنايا المطعم هذا مناقصين فيه، حتى هادو بخامات، كيجيو هادو بحال كماسيطه، والشورت ديالها ها نتوما شفتوا، يلا هذه تاوي طاحت، كتجي هذه فوقاني، والتحتاني ديالها، التحتاني ديالها غير شورت. بالنسبه لهذوك 4 ديال الاورو، هنايا هادو 10 ديال الاورو كانوا ب 18. هذيك جي بينوار، الثوب ديالو مزيون بزاف، بحال الثوب ديال الحرير، شي حاجه مزيونه. الثوب ديالهم صراحه مزيون وبحال ديال الحرير. بالنسبه للبيخامات فهادو هما اللي مزيونين بزاف، وقيل كيعملوا 14. هادو الثوب ديالهم حتى هو بحال ديال المبره، انا كنت ديت منهم العام اللي فات، خرجوا مزيونين صراحه، يعني تقدروا تدوزوا فيهم الوقت بزاف، غير صابون ورد. هادو مزيونين، وهادو فيهم الروسا، فيهم هذاك البردي بحال اللي كيجي كلارو، وكاين بحال هذاك الغوز اللي كي بحال كريمه، وفيهم اللوينات صراحه مزيونين. وبالنسبه كذلك هنايا عاملين هاد الوريدات، هادو اللي كيجيو ديكوراسيون، هما اللي خارجين دابا دارجين بزاف على موضه، كيتعلقوا في الباب ولا كيتعلقوا في الحيط ولا فاش ما كان. كاين هادوك فيهم الربيع واخرين ديال الوريضات، 4 د الاورو وقيله الثمن ديالهم، ما خفت نكذب. وكاينين هاد المخدات، هادو هما الجديد دابا، ستيل ديالهم بحال ديال المغرب، هادو اللي دخلوهم دابا. شنو هادو كيكون طالعين شويه في الثمن، 8 د الاورو حتى 10 د الاورو، حتى 12 د الاورو كيكونوا غاليين. بالنسبه لهاد الكوادروس حتى هما كيجيو مزيونين، الثمن ديالهم 4 ديال الاورو. صراحه انا خاصين، ولا كنتو كتعرفوا تعدلوا هاد الشيء، فبزاف ديال البنات كيعدلوهم وكيزوقوهم بهاد الذهبي، فكتجي يعني الا كنتو كتعرفوا تعدلوا تقدروا تعدلوهم وتعلقوهم في البيت ديالكم ولا في الصالون. صراحه مزيونين، هما خفافين كما قلت لكم، كيعملوا 4 د الاورو، فيهم بزاف ديال الشكالات وفيهم بزاف ديال الوريضات، ولا بغيتوا شي رسم، وصراحه مزيونين. وكذلك كاينه هاد شنو سميتها، هاد بحال محيبه قصديتو، كيعمل اورو 50، حتى هما بزاف دارجين دابا. صراحه الشكل ديالهم كيجيو مزيون، فيهم اللوينات، وهما غير ديال البلاستيك. وكاينين حتى هادو عاوتاني كما كتشوفوا، حتى هما مزيونين، تقدروا تحطوهم في كوزينه، ولا عندكم هيدا شي بلاصه هيدا في الصالون حتى هما كيتحطوا. والحاجه اللي عجبتني بزاف 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 هو هاد كولتشا هادي، ولا دي ديال الفراش فن بنات، عرفتو كتحمق، اللوين ديالها جاب شامبان، كتعمل 15 د الاورو، صراحه رخيصه وكبيره. وكذلك بالنسبه لهنايا ناقصين بزاف ديال الحوايج ديال الرجال، غير هاد كماسيطه هادي عجبتني صراحه، الثوب ديالها مزيون، عامله 6 د الاورو. وتما بزاف ديال الحاجات بالنسبه للرجال، غير انا ما كنصورش مثلا، هاد الرجال ما كنمشيش تما،
شفت غير هاد الكباسيطه عجبتني. وبالنسبه لهنايا عاملين السيكان 2 اورو. مهم هادو صغار يعني كتجي فيهم تليفون والبسطه ما يهزلكش بزاف، وفيهم جوج ديال اللوينات وقيله لما خفت نكذب ما شفتش صراحه كحل. كاين هاد اللون هذا بيج، وكاين بحال كورونا مغلوق، وصافي صراحه المهم ما بيهمش مزيونين. كنت كنفضل انه يكون كنفضل تكون عندهم بحال الحديده ولا ديك اليد ديالهم تكون ديال الحديده. المهم هما اللي خرجوا دابا حسبنا ديك الصمطه، يعني ديك الصمطه كتبان ماشي حتى تما، ولكن راه رخاصين 2 ديال الاورو ماشي شي حاجه كما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالو، حتى صورت بالخف عليها حتى قلت لكم باش تشوفوا يعني تشوفوا الصك كيفاش عامل. كما قلت لكم فيهم هاد اللون هذا واللون كرونا، واللي شفت يعني ما كيتباعش غير هنايا. مثلا انا هاد الفيديو صورته في باركيسور، يعني في بري مارك ديال باركيسور، وكنظن ماشي كنظن متاكد انه كاين بزاف ديال بري مارك في اسبانيا. كنظن غادي تقدروا تجبروا في اي بلاصه، يعني المهم الا نتوما كتعرفوا رخيص بزاف ضروري غادي يطيروا بهم، ولكن كنظن بان يكونوا باقين. كانوا غير ب 4 الاورو اصلا، الثمن ديالهم رخيص يعني ديجا اصلا رخيص، وردوهم 2 ديال الاورو. كنت ديت انا واحد مره من هنايا واحد ب 4 ديال الاورو يعني بالثمن ديالو، صراحه خرج لي مزيون صحيح، وباقي لي لحد الان يعني كنستعملو. مي كنحتاجو هيدا كيكون ما خصنيش يعني نهز الثقل بزاف، كي صراحه كيخرجوا مزيونين. بالنسبه لاخر في كورونا كما قلت لكم فهو هذا. بالنسبه للبنات اللي يعني قالوا لي صور فيديو في بريمارك، انا صورت لكم باش نشوف واش غادي تشوفوا فيديو ولا لا، ولكن مي كنشوف هيدا مثلا مشاهدات ما كاينه شي، وتعاليق ما كاينينش، وحتى اللايكات ما كاينينش بزاف، فما كتشجعش بانك تمشي تضرب تمره تصور، حيتاش يعني ماشي تقول بريمارك لاصق فيك ولا شي حاجه، راه ضروري كتمشي ليلو خصوصا مي كتكون مدينه كبيره. وبالنسبه لهنايا عجبوني هذا، ضحكوا عليا، عجبني هذا في الخضر مزيون بزاف، عنده ديك بسيطه ديالو لاصق فيه. ما عجبنيش الكولور ولكن عجبني الصاك، هذه هي الحديده اللي قلت لكم اللي خرجوا دابا احسن، فصراحه مزيون بزاف الشكل ديالو، ولكن اللون هو اللي ما عجبنيش بزاف. الثمن وقيلة 8 الاورو ولا 12 الاورو وقيلة، لما خفت نكذب حيت كنت سجل صوت تما. وهادو هما اللي كاينين دابا اللوينات، وعجبني هذاك اللي في الخضر، حتى هو الخضر هذا الخضر ديالو مزيون احسن من اخر صراحه، مزيون بزاف. وهو اللي بقى هو اللي بقى عندهم تما وما كاينش في الكحل صراحه، مزيون بزاف. اخرين كما كتشوفوا حتى هما صغارين، وكاينين اخرين كحل كبارين بزاف. هذا صراحه مزيون تحته ويعجبني، والستيل ديالو كيجي كلاس، وكيجي بحال نقول لكم بحال بوصوص اللي كيكونوا غاليين بزاف. فان شاء الله الا صادفت شي واحد بحال هذا المهم في الكحل غادي نفتش عليه، حيت خاصني هذا الستيل هذا عاجبني بزاف بزاف. وكذلك تخفيضات عاملينهم في واحد في ديك الحلقات كما كتشوفوا عاملينهم اورو، وبزاف ديال الحاجات عاملين لهم اورو، داكشي ديال الشعر مكياج بزاف ديال الحاجات. غير ضربوا الطليله وتشوفوا داكشي اللي يعجبكم وتختاروا كيف ما بغيتوا، غير انا كنحاول انني نوريكم باش تعرفوا شنو كاين بلا ما تمشيو تعذبوا. وصافي هادشي اللي كاين البنات، كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنساوش تخليوا لي لايك وتعليق، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، ونخليكم على خير، والسلام عليكم.